أي منطقة محادية للمجرمين. كيف يا راجل تقول لي لصابعة أنت تقول لي لا خلاص ببيان؟ لصابعة دارت 10 بيانات. نخشوا احنا تدير بيان معنا، يخشوا المجرمين تدير بيان معاهم. لصابعة خذوها مني نية فيها بعض الشرفاء والباقي راهم مجرمين من النظام السابق ومنضمين للحفتر، ويجب دخول الأصابع وتفتيشها ومصادر جميع أنواع الأسلحة بها. يجب دخول منطقة العربان وتفتيشها والتحري على المجموعات اللي كانت ساند في هذا المجرم ومن هم مجرمين مع النظام السابق، ويجب تفتيشها وأيضا بسط السيطرة كاملة عليها. بن وليد ما تقول ليش انت في كلمتين من مجلس البلدي وخشيت المطار، ما بيش نخش المطار. أنا في قوات تسللت داخل المدينة وقاعدة من ترهون الآن قاعدة. أيضا أنا يا مجلس البلدي إذا كان أنت نيتك صافية معايا أعطيني القوائم اللي شاركت مع هذا المجرم حفتر، وجيب لي إذا كانوا قاعدين في بن وليد نجل الله أن احنا مستعدين نخش ونطلعوهم، كان عندكش قوة أنتك تاخذهم أو سلمهم أو قول لي هدي مرة فروا من المدينة، واحنا نخش قواتنا تبسط السيطرة بالكامل.